Jetzt ist wieder. اليوم نحن في برلين في منطقة اسمها تيمبلهوف هافن. اليوم الطقس أحلى طقس اليوم. طقس جميل. أيوة. وشوفوا العالم كيف طالع. راح فوتوغرافي في دي لويتر. قريبا بيجيكم فيديوهات جديدة قريبا. قرصان بغاتة قرصان عربي القديم. فينا عربي قديم هذا زي كأنه. أحلى حياة. بس ما هيكم. بس في رمضان ها؟ بس في رمضان الحياة هون. الحياة هون برمضان ما بتنفعش. يعني رمضان له بهجة بين الأهل والناس والأحباب. Aber was aber